وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أول حاجة نذكر الإخوة بفضل هذه الأيام المقبلات العشر الأوائل من ذي الحجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه. وكان في العشرة من ذي الحجة، وقال في العشرة من ذي الحجة. قيل: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ورجع ولم يعد، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام فضلها يأتي بأن فيها تجتمع جميع شعائر الله، فيها صلاة وصدقة وصيام وحج، كل أركان الإسلام وكل شعائر الإسلام تجتمع في هذه العشر. وأعظم هذه الأركان التي يجب أن يعلمها كل مسلم وأن يتقنها كل مسلم لا إله إلا الله. هذا الركن الذي لا بد أن يصاحب المسلم في جميع حياته، أن يعلم لا إله إلا الله. لأنه جماعة لا إله إلا الله دي بدون ما ينفع أي شيء، ولا إله إلا الله لا تنفع إلا بالعلم، لأن ذول ما يعلم لا إله إلا الله لا تنفعه، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والله عز وجل في سورة الحج عندما تكلم في الحج أو في آيات الحج بدأ بالتوحيد. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. أول أمر الله عز وجل، أو الله عز وجل أمر به نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل بناية البيت: ألا تشرك بي شيئا. وده إبراهيم. لذلك إحنا لما نقول للناس لا تشرك بالله عز وجل ويوحد والله براه، ما الناس تضايق تقول: يا جماعة إنتوا يعني إحنا مشركين؟ إنتوا بتتهمون بالشرك؟ ده ربنا لسيد الحنفاء وإمام الموحدين: ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي. ابن كثير قال: أي طهره من الشرك، تطهره من الشرك. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لا، أنطهر بيتي، لا صورة الحج، أنطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ديك صورة البقرة ودي صورة الحج. فطهارة البيت، ابن كثير قال: أنطهر بيتي، أي طهره من الشرك، للقائمين، للطائفين والقائمين. قال: والطواف أخص العبادات المرتبطة بالكعبة، أو كما قال: فلا يجوز في أي بقعة سواها. قال: الطواف ده أخص عبادة بالكعبة أو ببيت الله عز وجل، فلا يجوز في بقعة سواها. ولما تكلم عن الصلاة، لأن ربنا عز وجل للطائفين قال: والقائمين، القائمين والركع السجود أي المصلين، الطواف والصلاة. قال: والصلاة تكون أحيانا إلى غير الكعبة، كفي وقت الضرورات وفي وقت السفر، لكن الطواف ده فهو مختص بالكعبة لا بغيرها. لذلك تعلم إنه الليلة الناس اللي بيطوفوا حول القباب، وما تقول ما في، موجود ناس يطوفوا حول القبة، يطوفوا حول القبة وحول الضريح، موجود مضوم بان عندك أحمد النيل، موجود الطواف بغير بيت الله الحرام. لما تعرف إنه الناس بيطوف بغير بيت الله، تعرف إنه ده من أعظم الشرك. إذا وجه الطواف لصاحب القبر، إذا طاف بهذا القبر وبالضريح وقصد صاحب القبر، ده أعظم شرك، ده من أعظم الشرك بالله عز وجل. أن يطوف هذه العبادة التي جعلها الله لبيته وأوجبها في أيام معدودة أن تصرفها لغير الله عز وجل، وكما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. تعلم فساد عقائد
المتصوفة وأفعالهم إنهم بيطوفوا بغير بيت الله الحرام، بيطوفوا بغير الكعبة، وده يدور بين الشرك الأكبر والأصغر. إنك تطوف إذا قصدت صاحب القبر أشركت بالله شركا أكبر، وإذا قصدت الله فإن الله قد شرع الطواف ببيته الحرام. ربنا ما شرع الطواف في القبر وتحسون، ولا قبر وتبدر، ولا قبر حمد النيل، ولا في الشكينيب، ولا في الزريبة، بل الطواف مكانه مخصوص وهو بيت الله الحرام وهو الكعبة. والله خص هذه البقعة بهذه العبادة العظيمة. وتكلم الله عز وجل عن الحج ثم قال: واجتنبوا الرجس من الأوثان. نهي عن التوحيد. لا بد أن المسلم في كل عبادة وفي كل شعيرة من الشعائر أن يجتنب الشرك بالله عز وجل. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به. كونوا مخلصين لله في عباداتكم، حنفاء لله، أي ميلوا وانحرفوا عن الشرك إلى التوحيد وإلى الطريق الصحيح غير مشركين به. وإنه من يشرك أو ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. شوف التشبيه ده كيف، الذول اللي بيشرك بي الله، وبيشرك بي الله كيف؟ بيشرك بي الله إنك تدي عبادة حقة الله لغيره بكل بساطة. عبادة من العبادات ربنا أمرك تعبد بها تديها لغيره. ربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال لك ادعوني، والله عز وجل يأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ربنا قال لك ادعوني، أندهني، نادوني، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فربنا عز وجل هو الذي يكشف الضر ويكشف الكرب. الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هو الذي ينجي من الكروب ومن الضرورات ومن الملمات. فإذا أنت العبادة ربنا أمرك قال لك ادعوني، وقال لك اندهني، وقال لك أنا بجيبك فإني قريب أجيب دعوة الداعي، مشيت ناديت الشيخ يا شيوخنا تلحقونا، مشيت ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم. انت دعيت غير الله، انت عبدت غير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليعبد الله وحده لا شريك له. وهو صلى الله عليه وسلم أحذر أكثر تحذير من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليدعو إلى التوحيد. ربنا ما بعث إلا عشان يعبدوا براء، إنده الله براء، يحلف بالله براء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع، شوف الصحابي قال لمن قال ما شاء الله وشئته، مع إنه ما دعاه ولا نده النبي صلى الله عليه وسلم ولا استغاث به، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يحمي حمى التوحيد، يحمي التوحيد ده، ما بعث إلا للتوحيد. لذلك عندما مات في فراش موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ده في فراش موته يحذر: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. يحذر إنه القبر يجعله مسجد، القبر يعبد والله جنبه، القبر يبنى ويرفع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن يبنى على القبر وأن يجسس عليه وأن تخذ عليه السرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكان دعوته أنت بتحب النبي ومتابع النبي، أول حاجة عليك بالتوحيد، لأنه ده أساس دعوة النبي. مما أنذر قومه أول إنذار إلى أن مات وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل.
ويوصي ابن عباس قاعد ورا ود عمه ما قال لي والله يناديني زي ما يقولوا شيء وخطور وقصر. مريدي تمسك به لك البشرى اذا كنت في هم فقل يا امير قني انجيك بسرعتي. ما بقول زي الكلام ده، ما بقول انا بخطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله اسماعيل. قال لي اذا سالته ربط الامه وربط الخلق برب الخلق الله الخالق الذي يجيب الرحمن الرحيم. ربنا ارحم بخلقه من جميع هؤلاء الاولياء ومن جميع هؤلاء السادات. فانت لما توحد الله ده اكثر اكبر دليل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، انك توحد الله عز وجل، لانه طريق النبي بدايته التوحيد، بدايته ان يعبد الله وحده. لذلك قال اعظم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. تنادي الله تنادي الكباشي، تنادي الله تنادي والحسونه، تنادي الله وتنادي الرسول، تنادي الله وتدعو الاولياء. لذلك ربنا قال ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين، النبيين كلهم والملائكه كلهم اربابا، لا يامرك ان تدعوهم من دون الله عز وجل او مع الله عز وجل، بل يامر ايامركم بالكفر. ربنا سماه كفر انك تدعو الملائكه كلهم والانبياء كلهم. فالمسلم يتوجه الى الله عز وجل الذي يكفي عباده. وتعلم انه الزول البنادي غير الله ولا البنده غير الله، ده ولا بيعتقد انه غير الله عنده علم الغيب ولا بيدي جنه، ده تعلم انه ده افضل منه ابو لهب وابو جهل زي ما قال لك الشيخ قبل شويه، لانه ديل بيعتقدوا انه الخالق ده حق الله. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، بيقولوا الله. قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، البجيب من الجنة الميت من الحي والحي من الميت، ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بيقولوا الله ده كله لي الله، بيدوا الله، بتدعوهم ليه؟ زي ما قال لك الشيخ بيقولوا دي الواسطه، دي الواسطه بينه وبين الله. زي ما قال لك بيقولوا نحن وسخانين، وربنا قال بيقبلك يا زول. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني ورجوتني لغفرت لك ولا ابالي. ثاني داير شنو؟ ربنا قال لك لو عندك ذنوب لغايه السماء انا بغفر لك، وكان جيتني انا بقبلك. في داعي ثاني للوسيط، في داعي للشيخ. وربنا سمى الناس اللي بيتخذوا وصايا دونه ودين الله بينه وبين الله، قال ربنا في نهايه الايه الا لله الدين الخالص، قال ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالزول اللي بيدعو غير الله والبنت غير الله ده زي ما قال ربنا عز وجل في الايه فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. كانه زول وقع من السماء، وشوف المثل ده، وما وشوف الطير تاكل منه لغايه ما ينتهي، او تهوي به الريح الى مكان سحيق. فدعا عاقبه من يشرك بالله في الاخره ان ربنا حرم عليه النار. شاكل الناس لما تتكلم في التوحيد والله العظيم همها الاول هداية الناس وإبلاغ الحجة لهم. لما تقول للناس ادعوا الله براء وانده الله براء، ده ليه الناس تزعل وتتضايق وتشتم وتقوم تعمل وتمرق وتخش قرارات ماشية وقرارات جاية؟ ليه شنو؟ الناس دي قالوا لك يا خمسك في الله وراه، انده الله براء، علم الغيب لي الله براء، ادوا الله حق واعبدوا براء، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله وحده يعبد. ليه الزعل؟ وده اللي بينجيك في القبر من ربك. والله ذول ما عنده عقيده في الشيخ ما يجاوب والله. حتى لو قال لا اله الا الله، لانه في كما في الحديث سمعت الناس يقولون فقلت. قول ساي من دون اعتقاد، من دون عمل، من دون علم. فلا بد ان تتوجه بجميع امورك لله. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، ونقدم اخونا الشيخ مازن. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.